الآن دعنا ننتقل لقلب الحدث. هناك في نواكشوط بموريتانيا، نواكشوط العاصمة الموريتانية، ومعنا البروفيسور هاشم الهدية وهو رئيس بعثة فريق المريخ إلى مدينة نواكشوط. بروفيسور هاشم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، يا ريت يعني تدينا نظرة عامة عن وصول بعثة فريق المريخ هنالك إلى نواكشوط، آخر الاستعدادات، الروح المعنوية للاعبي فريق المريخ قبل مواجهة فريق تفريغزين يوم الجمعة المقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلنا إلى نواكشوط مساء أمس بعد رحلة طويلة جدا من الخرطوم إلى نواكشوط استغرقت حوالي 24 ساعة. ويعني الناس كان في تعب شديد، لكن حرارة الاستقبال من جانب السيد السفير وأعضاء السفارة بتاعته ومن جانب الأخوان في تفرغزينة والاتحاد الموريتاني وسوداتيل موريتانيا، دي كلها راحنا شوية وأزال كثير من التعب. وكان الاستقبال طيب للغاية، يعني ما أخذنا وقت كثير في المطار، وروتين مفتخر عظيم، وقص اللاعبين قص جميل جدا، وأدونا ثلاث عرضات صغيرة. طيب بروف هاشم، الآن يعني استعدادات الفريق، التمارين، ملاعب التمارين، الاستعدادات، الروح المعنوية للفريق. ما شاء الله الروح المعنوية للفريق ممتازة. أنا شاهدت بنفسي اللاعبين ديل في الانتظار في المطار، كان في الخرطوم او في موريتانيا، اللي اشتغلوا وقت طويل كانوا اخر ضحك وهزار وونسه وبيلعبوا مع بعض، تشعروا انه زي الاخوان كده مع بعض، يعني ما في زول صار يوشي ولا زول عابس ولا كده. وبعدين لما وصلنا المطار وبعدين الحبيب غارزيتو والتيم الجهاز الفني معاه مع اللاعبين واحده، يعني طوالي متاخرين مع اللاعبين ما بخلوهم دقيقه. نعم. وصلنا للمطار واخذوا حصة بتاع السباحة، قالت أو تمارين بسيطة عشان يفككوا العضلات، وخلدوا إلى النوم. وصباح اليوم قال لهم تمرين الساعة 9 صباحا في الاستاد الرئيسي الحيثنا في الكورة، استمر ساعتين وساعتين شوية، ودور عجلين حيرتاحوا الليل اليوم كله. وبكرة عندهم التمرين الختامي الساعة 4 العصر في نفس الاستاد اللي هو الاستاد اللي حقوم عليه المباراة يوم الجمعة الساعة 4 العصر بمواعيد موريتانيا، 7 مساء بمواعيد الخرطوم. نعم. طيب بروف هاشم، يعني يا ريت تطمنا على وضع اللاعبين، هل هنالك لاعبين مصابين؟ ايضا هنالك عدد من اللاعبين اراحهم الفرنسي دييغو غارزيتو، وضع اللاعبين ووضع الفريق يعني بدون اللاعبين اللي اراحهم المدرب. كل اللاعبين في حالة صحية ممتازة، وبالمناسبة غارزيتو جاب معاه 22 لاعب، ما في زول مصاب. وانا اعتقد يعني ما في زول بيعرف البيت المنتخب اللي حيحطه غارزيتو بعد بكره، طبعا الموضوع ده كله متروك له هو، لكن حسب كلامي انا معاه كل اللاعبين على استعداد وممكن يلعب اي 11 من ال 22 اللي جابوا، يعني اكد لي انه يعني اخر استعداد. ولما يختص بفريق تفرغزينا، يعني هنا تكلمنا مع بعض الاخوان، عرفنا انه هو فريق جديد، هدف سنه يعني انشئ سنه 2005، لكن تطور شديد جدا، وعنده اثنين لاعبين محترفين على مستوى عالي، واحد بيلعب في النص وواحد بيلعب مدافع جزائري سنغالي، ويعني متحمسين جدا، لكن احنا متاكدين ومطمنين ان المريخ هيتجاوز الجماعه دي بخبرته وتجاربه في مثل هذه المنافسات. طيب بروف هاشم، يعني سؤال اخير، موعد المباراه يوم الجمعه حيكون الساعه كم؟ والاجتماع التقليدي حيكون متين؟ الاجتماع التقليدي حيكون ان شاء الله يوم الاجتماع التقليدي حيكون لو معانا يا بروف، سامعنا؟ يمكن شكله الاتصال انقطع مع بروف هاشم. اذا معانا يا بروف هاشم، الاتصال انقطع، كنا عايزين نعرف زمن المباراه متين والاجتماع التقليدي متين، وهل في قناه حتكون ناقله هذه المباراه فضائيا. لكن اذا عاد الاتصال مره اخرى سنستفسر
مع البروف هاشم عن هذه الأسئلة. طيب